الامال والاحلام وحدها لا تكفي، احنا محتاجين شغل كتير برضو طبعا. يعني صحيح كان في غيابات، لكن متهيألي كل البدلاء قدموا مستويات ولا اروع. ما تقدرش تقول انه الغيابات كانت مؤثره، ما تقدرش تقول انه جباسكي ابو جبل ما قداش وملا مكان الشناوي، ما تقدرش تقول ان عمر كمال ما قداش بطوله رائعه كان اكرم موجود، ما تقدرش تقول ان عبد المنعم ما قداش زي ما حجازي كان بيأدي. كل حتى امبارح امام عاشور لما نزل مكان عمر في المباراه، مباراه تقيله جدا على الولد مع منتخب تقيل وبيلعب على لعيب بايخ وسريع ومهاري ومصدر خطوره، فقدم جيم حقيقه ولا اروع. فما تقدرش تقول انه الغيابات اثرت، لكن اللي يمكن اثر شويه شغل تكتيك من مستر كيروش. محتاجين احنا عندنا مشاكل دايما لما منتخب بيبقى عنده القوه والسرعه لو يضغط علينا، عندنا مشكله دايما في انك تبني من الهجمه من ورا لقدام، عندنا مشكله في القوه، ناحيه القوه محتاجه شغل. وده مش بس شغل كيروش، ده شغل كيروش وشغل الانديه وشغل اللعيبه وشغل المدربين في الفتره اللي جايه قبل ما نوصل ان شاء الله لنهايه مارس ونلعب مع السنغال رايح جاي.